السلام عليكم، اهلا بكم في قناة المستر. النهاردة هنحل كتاب بيت باي بيت سنة تانية اعدادي الوحدة الثالثة من الدرس الاول للرابع من صفحة 122 لصفحة 145. انتظرونا. صفحة 122 رقم 1. مستر علي وركس هارد. مستر علي يعمل بجد تو نوت هيز ليفينج عشان يكسب قوته، يبقى ايرن يكسب قوته. 2. ماي فريند صديقي، وبعد النقط هيز باج حقيبته اون اباص على الباص، يبقى ايه يعني فقط حقيبته لوست. 3. دكتور مجدي يعقوب تريتس يعني يعالج ميني نقط فور فري مجانا، يعالج ايه كثير من الايه بيشنس المرضى. 4. دكتور زويل وركد نقط اساينتست، دكتور زويل ايه يعني اشتغل كايه كعالم، يبقى از. 5. ذات تيم هذا الفريق was the first كان الأول نقط the gold cup اللي هو الايه الكأس الذهبية. طيب هنا بقى يبقى ايه the first دي جرى طول مصدر يبقى to win. الصفحة اللي بعدها صفحة 124 رقم 1. وبعدين not is a person هو شخص هو gives money يعطي مال to help people لمساعدة الناس or places أو الأماكن اللي هو مين patron راعي أو كفيل. 2. بلايرز اللاعبين سكور يسجلوا باي ثروينج ذا بول بانهم يلقوا الكره انتو اجول في ايه في المرمى، يبقى لعبه ايه هاند بول كره اليد. 3. دكتور مجدي يعقوب لوكس افتر تشيلدرن يعتني بالاطفال وذ هارت اللي عندهم ايه هارت ايه بقى بروبلمز مشكلات القلب. 4. ذا نيرس ووز الممرضه كانت ايه نقط she saved a lot of people انقذت ناس كتير كانت هيرو بطلة. الصفحة اللي بعدها صفحة 125 رقم 5. نقط نوز يعرف how to look inside كيف انه ايه يعني يكشف يعني inside the body على الجسم to help people عشان يساعد الناس who are ill اللي يكونوا ايه مرضى اللي هو مين في دول سيرجون جراح. 5. نقط does experiments بيعمل تجارب to study عشان يدرس and find out يكتشف how things work كيف تعمل ايه كيف تعمل الاشياء مين اللي بيعمل كل ده scientist عالم. 7. ذا نقط Egyptian handball team فريق ايه كرة اليد المصري won فاز بايه ذا under 19 يعني تحت السن 19 سنة World Cup Final نهائي كأس العالم تحت 19 سنة، يبقى فريق ايه بقى فريق الناشئين هتبقى الإجابة جونيور ناشئ. 8. Not is an event هو حدث when people try عندما الناس تحاول to انها تحصل على أبرايز جائزة by being the best ان يكونوا ايه افضل شيء يكونوا الافضل في شيء ما، يعني ايه ده بقى كل ده تعريف competition منافسة مسابقة. 1. في الاختياري سميرة موسى ووز ايجيبتس فيرست كانت الاولى في مصر في ايه بقى نقط نيوكلير ساينتست عالمة ايه عالمة نووية كانت اول ايه اول انثى عالمة نووية في ميل. 2. نقط جيفز من يعطي مال تو بيبل للناس اور بليس او ايه او مكان اللي هو زي ما قلنا من شوية باترون راعي او كفيل. 3. نقط هيلبس بيبل يساعد الناس هو ار بور اللي بيكونوا فقراء سك مرضى or have no home او ما عندهمش مأوى او منزل تكون دي بقى ايه charity جمعية خيرية مؤسسة خيرية. 4. نقط is a sport رياضة with 7 players فيها 7 لعيبة في الفريق handball كرة اليد. 5. تونيزيا اللي هي تونس has one of the best handball يعني فيها ايه افضل فريق ايه كرة يد فريق هنا هتبقى تيمز دي فرق يعني واحد من افضل الفرق في افريقيا. 6. The Egyptian handball team فريق كرة اليد المصري won فاز an important فاز بايه هام مسابقة منافسة هامة سنة 2020. 7. تو نقط مينز تعني تو بي ذا فيرست انك تكون الاول ان اجيم في لعبة او منافسة يعني ايه انك تفوز وين. 8. وبعدين نقط اكسبيرمنتس تجارب يعمل تجارب هتبقى الاجابه ايه بقى
do experiments تحفظها على كده at the school lab في معمل المدرسة كل اتنين كل يوم اتنين. 9 the North Egyptian handball team فريق كرة اليد المصري didn't win لم يفوز بالنهائي سنة 2018 اللي هو الفريق الايه بقى الكبار senior الفريق الأول. 10 teams from Africa فرق من أفريقيا never won عمرها ما فازت the handball world cup final ما فازوش خالص بنهائي كأس العالم لكرة اليد final يعني. صفحة 128 ده سؤال محادثة سوزان بتسأل يمنى عن هير ستادي دراستها فبتقول لها هاي يمنى can I ask you some questions ممكن أسألك بعض الأسئلة طبعا هتقول ايه yes of course نعم بالطبع وبعدين راح أسألها سؤال قالت لها I was born أنا اتولدت ايه يوم 3 مايو 2007 يبقى متى أنت اتولدتي متى يبقى when و I was دي في السؤال تبقى ايه where you يبقى when were you born متى أنت اتولدتي. راح أسألها سؤال في 3 قالت لها I went to primary school يعني رحت ايه المدرسة الابتدائي when I was 6 لما كان عندي 6 سنين يبقى متى ايه ذهبت المدرسة الابتدائي when جبنا did هنا عشان went دي ماضي ونحول I إلى ايه إلى you يبقى when did you ونرجع went الأصلها تبقى go when did you go to primary school. قالتها وقلت لها when did you start elementary school متى بدأتي المدرسة ايه الإعدادي هتقول I started preparatory school when I was 12 لما كان عندي 12 سنة ولو قلت when I was 12 بس تبقى صح برضك. السؤال اللي بعده سوزان قالت لها what was your favorite subject ما المادة المفضلة بالنسبة لك في المدرسة الابتدائي أي مادة بقى ده مثال English it was يبقى لازم هنا ولا ايه English was وبعدين نحول يور دي لايه الى ماي ونكمل بقى بقية اللي ايه الجملة دي هنا عشان انا ما عنديش مكان. السؤال اللي بعده اختياري السؤال اللي بعده اختياري رقم 1 نقط يور فريندز اصدقائك ريدي مستعدين للامتحان لاست ويك الاسبوع الماضي هل كانوا مستعدين فهنا فريندز دي ايه لجمع وكلام عن الماضي فهنجيبه هنا ايه وير هل كانوا ديد ما تنفعش ليه عشان ما فيش فعل هنا تاني في الجملة. 2 my grandfather not work العمل سنة 2015 يبقى سنة ماضية توقف عن العمل يبقى الماضي بسيط stop. الصفحة اللي بعدها صفحة 129 my brother طارق not to Luxor last winter يعني ايه اخويا طارق يبقى سافر الأقصر الشتاء الماضي last يبقى الماضي يبقى ماضي بسيط traveled. 4 I visited أنا زرت المتحف المصري 2 years من سنتين مضم أنا عايز هنا كلمة تيجي في الآخر مع الماضي البسيط visited هتبقى go. 5 حسام وبعدين نقط to Ali's birthday party yesterday يعني يبقى حسام اتعزم لحفلة ايه عيد ميلاد علي أمس yesterday يبقى دي ايه ماضي بسيط بس مبني المجهول عشان ايه حسام اللي اتعزم هتبقى الإجابة ايه was invited was والتصريف التالت. 6 when عمر was لما عمر كان عنده 22 سنة a shark attacked him سمكة قرش هجمته and he not alleged طبعا الكلام عن الماضي was ماضي واتاك ماضي يبقى هنختاره ايه بقى فقد lost فقد ساقه. 7 did محمد وبعدين نقط to the shops yesterday لما نلاقي did نرجع الفعل لايه لمصدره السؤال هنا هتبقى جو هل محمد ذهب للمحلات أمس؟ السؤال اللي بعده احنا مجهزين الإجابة بس نفهم السبب هنا رقم 1 تصحيح الكلمة بالأقواس دو هتبقى ماضي ديد طب ليه؟ عشان عندي لاست نايت الليلة الماضية يبقى ماضي بسيط 2 دو هتبقى ديد عشان عندي يستر دي أمس يبقى خلها بردك ماضي 3 هنا كلمة ايج هتبقى ago يعني منذ اللي بتدل على الماضي البسيط انا عندي هنا ماضي بسيط اهو stop. 4 مجدي يعقوب اتساعد ولا ساعد يبقى ساعد بس يبقى helped هنشيل ايه was ديت.
السؤال اللي بعده سؤال اختياري، رقم واحد في الاختياري بيقول لي هنا ان في سنة 2016 الثيف يعني سنة ماضية، الثيف يعني لص، نقط مي اند ستولو سرق ايه فلوسي يبقى هاجمني، هنا يبقى الكلام عن الماضي تبقى ماضي بسيط اتراكد، طبعا اخترنا الاخيرها ايه اي دي. اتنين مجدي يعقوب وبعدين نقط بورن اتولد سنة 30، اتولد يبقى سنة ماضية تبقى ووز. تلاتة ديد، أول ما تلاقي ديد كده في بداية السؤال تجيب فعل في المصدر جو، دي سهلة. ديد يو جو تو، هل أنت ذهبت للمتحف إيه لاست ويك الأسبوع الماضي. أربعة وين وبعدين نقط يو هاف دينر لاست نايت، عندي هنا هاف دي إيه فعل في الإيه مصدر أهو، ولاست تدل على الماضي البسيط يبقى أنا هجيب إيه فعل هنا مساعد عشان ده سؤال للإيه للماضي اللي هو ديد، طبعا إيه ديد بترجع الفعل للمصدر وعشان كده شايفين هاف. خمسة my brother bought his car، أخي اشترى إيه سيارته، تو years من سنتين ماضون اللي بتيجي في الآخر مع الماضي عشان هنا ماضي بوتها يبقى هنختاره إيه أجو. الصفحة اللي بعدها صفحة 130 رقم 6 I not a bike when I was young، هنا I was يبقى ماضي صح ماضي بسيط يعني أنا كان عندي إيه دراجة لما كنت لسه صغير فهنا للماضي هاد كنت أمتلك. سبعة تامر وبعدين نقط نو مش عارف what marks he got الدرجات اللي هو حصل عليها يبقى هنا كلام عن الماضي برضك أهو يبقى didn't know الإجابة didn't يعني. تمانية وين متى نقط you start this job هنا ده فعل في الإيه زي ما قلنا مصدر تمام يبقى محتاجين فعل مساعد يجي وراه مصدر مع يو هتبقى did بتاعت الإيه الماضي لكن does دي ما تجيش مع يو are بتيجي مع يو صحيح بس لازم يكون الفعل فيه ing have دي بيجي وراه حاجة اسمها التصريف التالت زي got كده. تسعة لماذا الطلاب ده عجبه بواسطة المدرس أمس؟ أمس يسترداي يبقى ماضي، ماضي بسيط، ماضي بسيط بس مبني للمجهول عشان نقول إيه الأولاد تعاقبهم بنجيب فيه بقى يا ووز يا وير، نقول طلاب جمع ياخدوا إيه؟ وير. رقم 10 He started playing chess بدأ يلعب شطرنج when he was very little لما كان لسه صغير، عندي هي نقط الكلام كله عن الماضي. هنا هنختاره الماضي هنا يبقى مع هي بتاع يبقى الإجابة ووز. هي ووز أولويز كان دائما ايه فيري جود كان جيد جدا في لعبة الايه الشطرنج. السؤال اللي بعده رقم 2 تصحيح كلمة بين الأقواس عايزين نعرف السبب. واحد ويرنت هتبقى ووزنت عشان بسملة مفرد ما تاخدش ويرنت. اتنين توك هتبقى مصدر تيك عشان عندنا هنا ايه فعل مساعد ديد. تلاتة بي اللي هو فيرب تو بي ده هيبقى ايه هيبقى ووز عشان وليد ده ايه وليد ده مفرد ما ياخدش ايه ما ياخدش وير. اربعة ليفز هنشيل منها الاس ديت نخليها ماضي تبقى ليفد عشان بيقول ايه دي سنة ماضية اهي الى سنة 2010. ايه خمسة الكلام هنا برضك ماضي واتشد فنكست ديت هتبقى ايه لاست يعني الماضي الاسبوع الماضي. ستة دو هتبقى ديد ليه الجملة ماضي هنا وير. سبعة doesn't ده نافي للماضي هتبقى didn't عشان ايه عندي yesterday امس دل على الماضي البسيط. الصفحة اللي بعدها صفحة 131 صفحة 131 ده سؤال محادثة نقرأ المحادثة. ماجدة تتحدث لداليا about heroes عن الايه الابطال فماجدة بتقول لها who is a hero من هو البطل عايزة تعريفه يعني هنقول a hero البطل is someone someone يعني شخص ما who is brave بيكون ايه شجاع. ماجدة قالت لها what makes a hero ما الذي يصنع البطل يعني ايه اللي بيخليه بطل يعني. الرد هنا هتقول لها a hero is usually هو يكون عادة kind عطوف and patient وصبور. ماجدة قالت لها سؤال هنا فقالت لها yes is a hero الطبيب يكون ايه بطل لانه بينقذ ايه حياة ناس
فهتقول لها ايه؟ يبقى ده استفهام بهل، عشان عندي هنا يس هنجيب از، حتى جبناها من الجملة هنا نقدم از، يعني از ا دكتور اهيرو، هل الطبيب بطل؟ في رقم 4 ماجدة ايه راح تسألها سؤال برضك استفهام بهل، لان الرد هنا بيس. داليا ردت وقالت نعم I think a firefighter رجل الإطفاء is a hero بطل. إيه بقى تقول لها إيه؟ هل تعتقدي أن رجل الإطفاء بطل؟ Do you think that a firefighter is a hero؟ ماجدة قالت لها we should يجب علينا thank all those people نشكر هؤلاء الإيه؟ الناس كلهم. هتقول لها طبعا إيه؟ Yes you are right يعني أنت على صواب، أو yes of course. الصفحة اللي بعدها صفحة 132 رقم 1 The Egyptian player اللعيب الايه المصري won the gold medal فاز بالميدالية الذهبية. He is هو فعلا ايه بقى؟ هيرو بطل. 2 وبعدين نقط is a girl اللي هي بنت or woman او ايه او سيدة اللي هي ايه انثى فيميل. 3 محمد صلاح بليز يلعب وبعدين نقط ليفربول يلعب ليه لفريق يبقى 4. 4 مجدي يعقوب ستارتد بدأ نقط بدأ ايه تو هيلب بيبول عشان يساعد ناس ايه عندهم مشكلات ايه في القلب with heart problems يبقى ايه تشاريتي جمعية خيرية عمل خيري. 5 ايه بيسأل بي فبيقول له did you win هل انت فزت the first prize الجائزة الأولى؟ نو مع نو هنا والسؤال بادئ بديد يبقى نجيب ايه نفي يبقى ايه تبقى الاجابة didn't no I didn't. Egypt's football team فريق كرة القدم بتاع مصر نقط the African Cup of Nations كأس الأمم الأفريقية سنة 2010 دي سنة ماضية يبقى الاختيار الماضي بسيط won فاز بالكأس. 7 win نقط your grandfather born متى اتولد ايه جدك طبعا ايه دي حاجة في الماضي اتولد تبقى ايه was was born ولد. 8 the pyramids الاهرامات where الاهرامات ايه اتبنت مبني للايه بقى للمجهول هنجيبه هنا تصريف تالت تبقى built where built لكن لو قلنا هنا where يجي وراها ان جي where building الاهرامات اللي بتبني يبقى المعنى غلط. السؤال اللي بعده رقم 3 هنا في واحد فيه السؤال ده طبعا تصحيح كلمة بالاقواس واحد بوت هتبقى باي طب ليه عشان السؤال فيه هنا ديد رجع الفعل لايه لمصدره يشتري. 2 بي طبعا سنة في الماضي 62 يوسف اتولد هخليها ووز بقى للماضي. 3 كم هتبقى ماضي تبقى كيم سي اي ام اي عشان عندي هنا لاست يير السنة الايه الماضية يعني كيم فيرست طلع الاول. 4 فيزيت هخليها ماضي فيزيتد عشان عندي لاست ويك الاسبوع الماضي دل على الماضي البسيط. 5 عند بردك اجو دل على الماضي البسيط عشان كده خلي ترافل تبقى ترافلد يعني هي بقى ايه سافرت الى كندا من اسبوع ايه مضى منذ اسبوع. صفحة 136 رقم 1 ذا تشايلد الطفل وبعدين نقط ذا بالون وذ اير يعني ملا الايه البالونة بالايه بالهواء يبقى فيلد. 2 ذا جولري المجوهرات ان ذات ميوزيوم في هذا المتحف مجوهرات تبقى مفرد هتبقى الاجابه از فانتاستيك رائعه. 3 يو شود ستوب يجب عليك انك تتوقف عن نقط ذا بوي نيكست تو يو انك تضرب الولد اللي جنبك في الحاله دي ستوب بيجرى الفعل في ان جي هيتنج اكلم واحد اسمه ايه حازم. صفحه 138 رقم 1 نقط is usually made of gold مصنوع من الايه الذهب jewelry مجوهرات. 2 this football هذه الكرة has no air inside it مفيهاش هواء ايه جواها I need a انا محتاج ايه نقط to fill it عشان املاها بامب منفاخ او مضخة ضخة الهواء. 3 نقط the meat into small pieces اللحم الى ايه قطع صغيرة before you قبل ما تطبخها يبقى يقطع قط قطع اللحمة. 4 when I am at home عندما أكون في المنزل I not playing computer games بستمتع بلعب الإيه ألعاب الكمبيوتر enjoy.
5 not helps people يساعد الناس who are poor الناس الفقراء sick والمرضى واللي ما عندهمش ايه منزل اللي هي charity مؤسسة خيرية جمعية خيرية. 6 he was a not for the red crescent اللي هو الهلال الأحمر يبقى هو كان ايه بقى متطوع يعني volunteer. 7 the not is the area هي المنطقة outside a city خارج مدينة where there are farms في مزارع وكثير من ايه يعني ايه الطبيعة وكده هتبقى الإجابة ايه countryside reef. الصفحة اللي بعدها صفحة 139. رقم 1 dirty water المياه الغير نظيفة القذرة from a river من نهر كان يمكن ان ايه if you drink it لو شربتها تصيبك بالعدوى infect. 2 children in Egypt الأطفال في مصر نقط school المدرسة في سن الرابعة هتبقى ايه start يبدأهم بيدخلوا KG يعني. رقم 3 the little child الطفل ايه الصغير نقط of his bike من على الدراجة بتاعته and broke his leg وايه ساقه انكسرت يبقى سقط من على فيل. 4 ذا نقط parts of our body يعني ايه ده بيدي اوامر للجسم كله to do يعني يعملوا ايه بالظبط what to do يبقى اللي هو المخ brain تحكم في الايه في الجسم كله. 5 علا went to a surgeon راحت ايه لجراح to نقط ذا قط الجرح اللي في ايديها عشان يخيط لها الجرح اللي في ايديها so. 6 you can only open this door تقدر بس تفتح الباب ده في حالة such as fire مثل الحريقة كده يبقى في حالة ايه emergency طوارئ. 7 a natural طبيعي وبعدين نقط is a terrible event يعني حدث فظيع او سيء زي الايه بقى earthquake زلزال اللي هو الايه الكارثة disaster. 8 lungs الرئتين take in air بياخد الهواء and help us to ايه بقى يساعدنا على اننا ايه بقى نتنفس breathe. 9 my grandmother was born اتولدت جدتي سنة 1955 and my ايه grandmother جدتي التانية was born اتولدت سنة 1930 يبقى جدة الجدة الأكبر great يعني مامة الجدة دي. 10 if you are لو انت نقط of someone من شخص ما you feel blessed تشعر انك مسرور with them يعني من اللي ايه مسرور منهم مسرور من اللي هم عملوه because they are or have done لانهم يكونوا او عملوا شيء ما ايه جيد جدا يبقى انت فخور براود. الصفحة اللي بعدها 141. 1 when I was young عندما كنت صغير I used to اعتدت ان انا ايه نقط تشيس العب شطرنج used to اعتاد ان يجي وراها مصدر تبقى بلاي انما دي اخرها اي دي ودي اخرها ان جي ودي فا اس. 2 نقط you used to go on boat trips رحلات ايه بالقارب when you lived لما عشت في اسوان lived دي زمنها ايه ماضي عشان كده هنسأل بالماضي هنا did هل اعتدت ان 3 I not to do sport اقوم برياضة in the club في النادي when I was a child لما كنت طفل عندك was برضك ماضي ها تمام اعتدت ان ايه امارس رياضة اقوم برياضة في النادي لما كنت طفل اعتاد ان للماضي هتبقى used وطبعا في هنا توها. 4 before he got married كلام عن الماضي برضه قبل ما يتزوج ياسر زداد والد ياسر نقط live in Cairo يبقى هنتكلم عن الماضي هنا يبقى ما اعتادش يعيش في القاهرة عشان دي الوحيدة اللي ايه اللي ماضي هنا اما was using ديت بدي معنى ايه خاطئ. 5 ياسرز grandmother جدة ياسر يبقى ايه حاجة من زمان بقى نقط work تعمل in a hospital في مستشفى دي فعل في المصدر اهو عشان كده يجي قبليه ايه بقى used to
اعتادت أن تعمل في مستشفى. ستة طبعا للماضي did، يبقى يجي وراها مصدر قلناها بقى تبقى سهلة use. هل هو اعتاد انه ايه يمشي الى العمل يسير يعني. السؤال اللي بعده تصحيح كلمة ما بين الأقواس دي، واحد دو دي هتبقى ايه؟ هتبقى ديد. طب ليه؟ عشان بيقول لي ان ذا باست في الماضي. اتنين شيل اي ان جي تبقى بلاي مصدر عشان جت بعد يوزد تو. تلاتة هاد هتبقى مصدر هاف عشان برضك جت بعد مين؟ يوزد تو. السؤال اللي بعده اختياري، كل القاعدة بقى ماشية على كده يعني. هنا برضك رقم واحد I used to يجي وراها ايه؟ شاطر. مصدر تبقى ايه؟ بلاي. اعتدت تلعب ايه؟ سلة. اتنين زيها و used to اعتدنا ايه؟ مصدر برضك تبقى ليف. دي اخرها دي ودي اخرها اس ودي اخرها ان جي، اما دي المصدر. اعتدنا ان نعيش فين؟ in the countryside في الريف، بس دلوقتي بنعيش فين؟ in the city في المدينة. صفحة 142 رقم 3 where did، أين إيه أنت؟ Where did you؟ نقط. هنا did نرجع الفعل لإيه؟ لمصدره، عشان كده هنختاره used to live. أين أنت؟ اعتدت أن تعيش. أما دي فيها إيه؟ فيها دي used ماضي، فيها دي بردك، ودي فيها ing، يبقى دي الوحيدة المصدر. أربعة دينا وبعدين نقط give money، يعني إيه؟ دينا لم تعتاد أنها تعطي مال to charity للجمعية الخيرية. But now she does، ولكنها الآن تفعل، يعني في تناقض هنا أهو. But تعرف إن في تناقض، هي دلوقتي بتعمل كده، يبقى ما كانتش متعودة تعمل كده إيه في الماضي. Didn't use to. خمسة داد وبعدين نقعد drink coffee، يشرب إيه؟ قهوة. But now he doesn't، بس دلوقتي ما بيعملش كده، معنى كده إن إيه؟ كان معتاد قبل كده في الماضي، يبقى used to. ستة when you were 10، عندما كان عندك 10 سنوات، وبعدين هنا ايه في نقط وفي علامة استفهام في الآخر، يبقى معنى كده ان احنا عايزين ايه؟ استفهام بهل، وهنا دي وير ماضي، يبقى عشان كده هنختاره ايه؟ did. did you used to، هل انت اعتدت ان تعيش in a different house، في مكان مختلف عن ده. سبعة there وبعدين نقط a hotel فندق in our city، في مدينتنا 10 years ago، من 10 سنوات ايه مضت، يبقى عرفتني ده ماضي. But now there are 3، بس دلوقتي في 3. خلاص هنركز مع بعض كده، ما كانش فيه فندق واحد حتى، فده هي هوتيل، دي فندق واحد ما ينفعش معاها ايه ورنت، احنا قلنا دي ماضي، يبقى ورنت مش هتنفع عشان دي للجامعة. بس صح هنا ايه؟ didn't used to be، لم يعتاد ان يكون هناك فندق. اما isn't دي مضارع ما تنفعش، didn't بتنفي فعل، مفيش فعل هنا. تمانية my grandfather جدي وبعدين نقط فوتبول كرة قدم when he was young، لما كان صغير. but now he can't walk، بس دلوقتي بقى ما بيعرفش يمشي، يبقى ايه؟ كان معتاد ان يلعب كرة في الماضي، used to play. تسعة ياسر the uncle، عم ياسر وبعدين نقط live، يعيش في ايه؟ في تونس. ده فعل في الايه؟ في المصدر، يبقى هيجي قبليه used to، اعتاد ان في الماضي، يعيش في تونس. عشرة when she was a child، عندما كانت طفلة. ياسر the mom، مامة ياسر يعني حاجة ايه؟ زمان في الماضي، عشان قبل كمان هنا was، يبقى اختار ايه؟ اعتاد ان للايه؟ للماضي، وجي وراها مصدر كمان اهي بلاي، يبقى هنختارهم ايه؟ used to. اعتادت انها تعزف على البيانو every day، كل يوم. طيب اللي بعده هنصحي الكلمة بين الاقواس، هنقول السبب. واحد يوز ده هتبقى يوز عشان جبنا ديد، نرجع الفعل لإيه؟ لمصدره، نحذف الدي. اتنين هنا تقول يعني هل اعتدت ان يكون عندك واجب كتير، يبقى دو هتبقى ديد عشان للماضي. تلاتة يوز دي تو يجي وراها بردك مصدر، نحذف اي دي تبقى ورك. اربعة doesn't، والكلام عن الماضي هنا عشان بيقول لينا before he had children، قبل ما يكون عنده اطفال، هاد للماضي، هنا ماضي نفي اللي كانت اصلها يوزد تو هتبقى didn't. صفحة 144 وديت محادثة ما بين علي وخالد، بيتكلموا عن ايه بقى؟ his great grandfather، جده الأكبر. خالد بيسأل علي بيقول له do you know، هل تعرف much about your great grandfather، هل تعرف الكثير عن جدك، جدك الأكبر؟ هيقول له ايه؟ yes I do. من الكلام هنا هيقول ايه؟ يس اي دو، ما ينفعش تقول نو.
راح سأله سؤال في علامة استفهام اهيت، رد عليه بيس، يبقى استفهام بهل. Yes he was kind، نعم هو كان طيب عطوف. هنقدم was، يبقى was he kind، هل كان ايه عطوفا. He used to have a big charity، يعني اعتاد ان يكون عنده ايه جمعية خيرية كبيرة في القرية بتاعته. فخالد سأله سؤال، قال له he used to give money، اعتاد ان يعطي مال فلوس to the poor، للفقراء. يبقى هيقول له ايه، ماذا اعتاد ان يفعل، ماذا يبقى what. ويوز دي ماضي، نجيب ايه did ونكمل he what did he، ونرجع يوز دي الاصلها تبقى يوز، what did he used to do، ماذا اعتاد ان يفعل. خالد قال له what else، ماذا ايضا، did he used to do، اعتاد ان يفعل ايه تاني، قول اي اجابة بقى ومش محدد. مثلا هقول هنا he used to plant trees، اعتاد ان يزرع اشجار. عايز تعمل حاجة تانية، إجابة تانية، ماشي. feed animals وتعمل إيه الحيوانات. خالد قال له are you proud of him، هل أنت فخور بيه؟ هيقول طبعا إيه، yes I am. اختياري واحد، not take air into the body، يأخذ الهواء داخل الجسم اللي هو إيه الرئتين lungs. اتنين the heart، القلب، وبعدين نقط blood، الدم، around the body، حول الجسم، القلب إيه يضخ الدم بامبس. ثلاثة منى's mother، مامة منى، إذا أوان نقط at the hospital، في المستشفى، they don't pay her، ما بيدفعلهاش فلوس، يبقى إيه بقى، كانت متطوعة volunteer. أربعة during the lesson، أثناء الدرس، I wrote نقط the ideas، الأفكار، كنت بدون الأفكار، يدون write down، داونة اللي الأستاذ إيه اقترحها. خمسة هدى's mother، مامة هدى، وبعدين نقط be a nurse، وبقول لي هنا ايه من 10 سنوات مضت، 10 years ago، يبقى ماضي، يبقى هنختاره ايه بقى هنا، اعتادت ان، ما هي ديت used بس من غيرته ما تنفعش، اعتادت ان تكون ايه بقى ممرضة، تعمل ايه ممرضة. ستة كلام برضك عن الماضي، هنا فيه where ها، يبقى هنجيب ايه زي ما قلنا بقى did مع used to، يبقى استفهام بإيه؟ بهل، هل اعتدت تذهب للمتاحف؟ when you were a child، عندما كنت طفل. صفحة 145. سبعة علي used to، زي ما قلنا used to جرى مصدر get، يستيقظ إيه get up early، لكن دي فيها اس ودي ماضي ودي فيها ان جي. تمانية did حسام حسن، did نرجع الفعل لإيه؟ لمصدره، هتبقى الإجابة إيه؟ used to be، يعني هل ايه حسام حسن اعتاد ان يكون الكابتن بتاع ايه فريق مصر. تسعة my father، بابايا، وبعدين نقط بلاي تشيس، يلعب شطرنج، when he was a child، لما كان طفل، زي ما قلنا هنا ده هوز ماضي ايه، ماضي بسيط، يجي هنا ماضي بسيط وده فعل في المصدر، هنجيبه ايه used to، اعتاد ان. عشرة وير اين، وبعدين نقط you used to live، اعتدت ان تعيش، before you came to Cairo، قبل ما تيجي لايه القاهرة، came دي ماضي بسيط، يبقى هنا ايه الكلام برضك عن الماضي، نجيب فعل مساعد did، did you used to. السؤال اللي بعده دي اسئلة متكررة بقى، تصحيح الكلمة بالاقواس. واحد طبعا هتبقى ايه use، هتبقى used زي ما قلنا هنا ايه was ماضي بسيط اهو، يبقى هنا ماضي بسيط. اتنين do هتبقى did فعل مساعد للماضي، عشان هنا ايه الجملة فيها where ماضي بسيط. تلاتة used هتبقى ايه use بس، عشان جبنا did نرجع الفعل لايه لمصدره. أربعة هنا used to يجي وراها مصدر، went دي ماضي هتبقى go. خمسة نفس الكلام used to يجي وراها مصدر، left هتبقى leave بمعنى ايه يغادر يعني. كده بنتهي فيديو النهاردة، وانتظرونا في فيديوهات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.